All'Ibraia poi aggiunge la guida invece è in mano dallo Spirito. All'Ishkar, kull Ishkar hanno l'alfa maschio. Il problema, tutto il problema è che c'è una questione che non capiamo. Qual è? Che è? Hadithuni, Dama. Questo mondo, questa vita, è dimora di che cosa? Dalgesa. È dimora di ricompensa. Sahih. Giusto? La. No. في الواقع أن كثير من الناس يريد هذه الدنيا دار جزاء. لا يطاق مولد مولد بسونا بريتنا في كيستا دي مورا سيا لا دي مورا دي ريكوبيز وهي دار مال ايبيتش دي مورا دي دار عمل دي مورا دي اوبلا دار ابتلاع دمسي برو أصحاب الأخدود دي كوباني دي الأخدود آمنوا بالله أبر خير من نصف الله. فكان من له السلطة في ذاك المكان أراد يرجع هؤلاء عن دينه. Così quando loro ebbero fede e autorità in quel posto volendo ribatterli e farli ritornare da questa fede. بماذا؟ In che modo? صنعوا حرم أخادي حفر عميق فجروا الدجاء اللي فوسط كلهم أوقدوا فيها النيران عظيم النيران عظيم أجزروا في كويس تفوسط الفوق ثم أتوا المسلمين إيكوزي بطلنا في السماء إما ترجعوا أو تدخلوا بهذه النيران أوضوا ما أنت رشاك كويس تفوسط فيها أوكوري برعيت بطاك كويس تفوسط من هؤلاء؟ كيسونا كويس من هؤلاء؟ الذين يعني آمنوا بالله المسلمين من هم؟ كيسون المسلمين السلماني؟ أولياء الله سنة أولياء الله ومن هؤلاء الذين أوقدوا النيران وجلسوا ونظروا حتى صنعوا مجالس حتى يشاهدوا أمامهم تعذيب أهل الإسلام كيسون المسلمين في جهة المسلمين كما نفضت بفوصة كمون أبينا نفضت بريطورة بفوصة in cui sedersi per osservare questi che venivano buttati nel fuoco. Aulia Shaitan. Aulia Shaitan, del diavolo. A Tomb in Iran. Li buttarono nel fuoco. O Shahadu Mu'adhar. E li vedettero che li videro bruciare. Thumma ba'da hadha fi hadhihi al-ayat ya'lamu Allah subhanahu wa ta'ala ala ha'ula e Allah subhanahu wa ta'ala in questi versetti invitava questi che li hanno bruciati a pentirsi. Perché ci è stata ricordata questa storia? Per sapere che la vita, il mondo è una dimora di messa in prova. Questo non significa però permettere al Kafir di aggredirti. La ta'adda 'alayk wa la ta'adda 'alayk. Che non ti aggredisca e tu non aggredirlo. Yakfi bil 'ahd, yakfi bil 'ahd. Mantieni il patto, mantieni il patto. Yasub, la tasub. Offenda, tu non offenda. Yaqul ana qadir 'ala as-sub 'ala ash-shatm. Gli dici io posso risponderti, posso offendere. Lakin dini yujib 'alayya an u'am بما يرضي الله. Però nonostante io avessi la possibilità di risponderti e offenderti, la mia religione mi dice di rispondere, di non risponderti con le mani. غلام في قصة أصحاب الحدود، غلام يعني لم يكن رجل يعني. Un bimbo di questi أصحاب الحدود ضحى بأغلى أو من أغلى ما يملك الإنسان. Sacrificò la cosa migliore che possedeva, cioè sacrificò se stesso. Limana. Per quale motivo? Affinché la gente entrasse nell'Islam. Quindi è indispensabile sacrificare. È indispensabile avere pazienza. Alcune persone non vogliono nemmeno pazientare e sforzarsi. شاب صغير من
شبهة دق على بيت بالصواب بالصواب أطلت المكاسب ففتح صاحب البيت فزيك بطالة المكاسب عن بيض الأرض قال ماذا تريد؟ سيكوزبور أزال قال أكلمك عن الإسلام بولي بطلع للإسلام ماذا صنع صاحب البيت؟ تضفيت بطالة المكاسب أكرمكم الله بصق في وجهه ليس بطوعي فاتح ايش تصنع؟ شو قصص على اسمك؟ الله اعلم ممكن ثواني ما يبقى على وجه الارض فلا سيكون اظن سبب استخدم في سبعه شهر فهذا الشاب كريستو جمال مسح عالع وجهه سيبولي ورفع يده للسماء يا صوري ما عندي عجيب وقال يا رب لك الحمد اذيت في سبيلك اليس هو الله في لوطه وصبيته في الدبور هذا صاحب المنزل ما استطاع ان يقف على رجليه سكر كويس قلت له هذا النور يشيب على ما نريد كاسكوت واخذ الشاب وادخل الى منزله البريز كريستو جوفانوتو وفي تشيتلا كازا بروكيا في السويد في سويسيا مرأة جاوزت الله عنها الثمانية ونصرتها أبي بصدراتها تشيل كان يطلع أخذت تعلم حبل المشنب بريز تريد تنتهي وليه بس بيش نفسي ينزيوها تبندر لقوة بالمكاس وهي تجهز هذا الحمى مشرقة سمعت جلس البيت يدق مين كان يستعب بس بيش نفسي سوالان صبح لم تصدق نوم مكردين لأن هذا الجرس لم يدق من سنين فكيف كل كمبانات تنطلق من صناعه لا ياتيها احد لا يسال عنها احد للسوره بزتاب السوره بزتاب هي نسيت اصلا ان لديها بيت جرس لكن من تكون كمان كمبانات انتظرت واذا بالجرس يدق المره الثانيه تزيد تزيد اصبحت طوبه ايه نطاق الكمبانات صلاه مقامين سكت الله قالت ما يمكن هذا اخطا في دق الجرس على بيته كويس بالمصيبه فرصه تصرف بنياته يا صناعه رب الله فدق الثالث وزي صناعه ما تنسى خرجت غضبا وزي امواه تشيل عربيات فتحت الباب عطينا ضوء وجدت هذا الشعب ماذا تريد؟ قال خذي هذه الرسالة دعوة للإسلام برندي كريستو وبرندينو كيف أردت للإسلام سفرته شتمته لو فيزو قالت هذه الدقائق أشغلتها فاين كريستو بيوتي فاما يا أبا أنا أعلم هذا الحبل يعني هذا الدقائق كنت ارتحت من هذه الدنيا فاين كريستو بيوتي فوتيفو ليبراتي كريستو مامو فهذا يعني أصاب وحاول ما أحد تتهدى كوزين كوزين الطباء عن سيزليتو في كنيسة المصر قال ترتاح إذا دخلت بالإسلام فدين كوزرائي سيرتر رأي بالإسلام تجرب الإسلام روب الإسلام تدخل بالإسلام انتر بالإسلام إن رأيت الأمور الحمد لله وإلا إلى حمل الإسلام سيبين كيف توصل أمر من بين أفريقين كيف أقوم هي الآن والله يقول عنها أنها داعية للإسلام هذه المرة هي كنا أدسوا في استطاع مقرى أدسوا القيام على الإسلام لماذا؟ كم كوفا أخوانا بالدعوة إلى الله كنا لدعوة بالرسول حسن الخلق الكوكب الطبيب فلا يظن البعض أن هذه الدنيا دار جزاء جزاء إنك نبيت ويكون دينوك كويس
questo mondo sia una dimora della ricompensa. هذه الدنيا لا عمل. Bensì questa dimora è dimora di operato. نعم والله اعلم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم.